بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أشكر صاحب السمو على مبادرته الطيبة تجاه عفو خالد نقا، وأشكر أيضا جميع المجتمع الكويتي بأطيافه سنة حضر بدو شيعة من داخل وخارج الكويت لوقفتكم المشرفة مع قبيلة العوازم في جمع دية خالد نقا. نقول حياكم منكم فزعة ونخوة، ما هي بالكلام، لا بالفعل. يقولون دائما المال يفدي رعي، وأنا أقول لعن ابو مال وحلال ما يهدي خالد نقا. انا يا خالد نقا كلي لك، خيل عربيه اصيله تفداك يا ابو عمر وفدوه لكم يا العوازم. بركاته عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. احب اقولكم هذه المناسبه بخروج اخونا خالد نقا، اشكر صاحب السمو واشكر الشعب الكويتي كافه باطيافه حضر بدو سنه وشيعه اللي كل من ساردنا بدية خالد نقا. مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وعدناكم فيما قبل نسوي لقاء مع الأخ صاحب دراج طاجي نواف جويس العازمي محمد، مساك الله بالخير. والله يعطيك العافية، عسى الله يعوضك خير يا أبو محمد. نبي حق ربعنا والمتابعين وربعي وأهلي وجماعتي، وأقول لهم الله يجزاكم خير على جيتكم ودعمكم المعنوي اللي يثلج الصدر. هذا اليوم يوم قبيلة، يوم أمة. هذا اليوم إذا ما صار هذا النار، حنا عطنا أسوأ، وحنا اللي وصلناه مجلس الأمة. اليوم دور إنه يسمع من عندنا، دور إنه يحضر. اليوم هذا مو يعني موقف، مو بس قبيلة العوازم، الأمة كلها وزع. اليوم مو بس القبيلة محتاجته، مو بس القبيلة محتاجته، الكويت كلها. يا أخي حنا في ظلم، شطب بتردهم ما هي مشكلتك. كيف؟ القبيلة هذه كلها اليوم مو بس بتردهم، هذه كلها عوازم. انت نجحت عن طريق التشاور، عن طريق نحن وصلناك. تعال وتكلم، قول انا كذا كذا. يا اخي برر وحنا نسمع منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله للمرة الثانية وللمرة الثالثة وللمرة الألف، ويؤسفنا جدا أن نصور مثل هذه المناظر، لكن أحيانا من التواصل الاجتماعي من هذه الجريدة يوصل صوتنا لإخواننا من الوزير أو المدراء في البلدية. هذه المناظر غير مستحبة وغير لائقة، أولا من المنظر، ثانيا من الأمراض. يعني هذا جزء بسيط، يعني فيه يعني أشياء ودنا نصورها وراح نوضحها لكم أكثر من القمامة. أيام كورونا وأزمة كورونا يعني كانت البلدية شقالة على قدم وسار، وجزاهم الله ألف خير. حاليا الأعذار غير مقبولة، عقود أو غير عقود أو غير موظفين يعني متواجدين أو إن في نقص بالعمالة، هذا شيء يعني ما يتحمل أمراض. وطبعا نكون منصفين جزء ما، مثل اخواننا جزاهم الله خير اللي عندهم حلال. يعني جزاك الله خير، حلالك اذا مات هذا مو قاتلك قوطي روب ولا عصير سانكست، هذا حلال الله لا يهين، سواء من الاغنام او من الابل او من الخيل. يعني ترى هذه جيفه، والجيفه لها ريحه. في هني منظر احنا مصورينه، راح ان شاء الله ننقل لكم بعدين، وهذا جزء، ونتمنى هذه الرساله ان توصل. الله 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 يا المنظر. ابتسم انت بالكويت، مو عدل؟ مو ابتسم انت بالكويت؟ انت طبيعي انك تبتسم. احنا تعال ورنا، انت مو اكبر اصوات خليتها بالدائره، تكفى تعال معانا خلنا نشوف ونبتسم معاك. لعل وعسى فعلا يمكن سيارتك مطاطيه، سيارتك يمكن فولاد، ما يحصل مثل الوطن فيها وزير سابق، فيها وزير حالي، فيها عضو سابق، فيها عضو سابق. يقول سبب حوادث وزارة الإشغال. احنا ندري، تكلمنا مو مرة ولا مرتين، وراح نتكلم مرة ومرتين وثلاث وأربع لأن توصل هذه الرسالة بكل ود، بكل محبة، بكل أخوة. نتمنى هذه منطقة أصبحت شبه ترفية، فيها عوائل، فيها ناس، فأعضانا صح النوم تكفون، حاولوا تشوفون النوم، ترى ما يحتاج استجواب. ألو وزير الإشغال تعال شوف. بعد ما خلصنا قدام تشوف ألعب
ابتسم اخوي انت في الوفره. تعال شيء مو طبيعي، شيء مو طبيعي. عدل الطرق الامر بس تنزل اليات وتصلح الشوارع هذا. انا اقسم لك بالله هذا العام من هالمكان ومن هالجريده تكلم. كلمتني الوزيره رامي فارس وقالت لي ان شاء الله في مناقصه قريبه سوف تطرح من ضمن هالوفره. نبي ننزل اليات بنزلوها هني في المكان هذا لمده اسبوع، صلحوا كم شارع وهذا واحد. الاخوان في وزاره الاشهار شوفهم التصاوير اللي وثقوها الاخوان الجرائد الالكترونيه او الجرائد الرسميه، شوفهم التصوير. وانا اقول لكم روحهم غرب افريقيا، روحهم شرق افريقيا، هل وجدتم طرق مثل هذه الطرق في الدول الاقل؟ ما شفت. عن نفسي وزرت دول كثيره نفس الطريق هذا، خاصه الدول هذا ما شفت، وكل سنه قاعد يتكرر نفس الفكره. ما احنا نسمع في تبرعات خارج الكويت، في تبرعات خارج الكويت، زين الكويت اولى فيها، احنا ما نقول شيء، جزاكم الله خير، تبرعوا برا، لكن ترى شوارعنا اولى، دولتنا اولى، وعيالنا اولى يا اخي. اداره طرق محافظه الاحمدي بدا تسكير الحفر في طريق 500 تاريخ اليوم 7/2/2022.